احنا الان بصدد اعداد بروتوكول مع وزاره الاستثمار وهيئه الاستثمار علشان تفعيل هذا النص، علشان في النهايه تصبح كل الشركات المساهمه اللي فيها مراقب حسابات فيها محامي، فيدوروا بقى على المحامين علشان يتعاقدوا معاهم. مين يجي مين يروح دي مش بتاعتنا، لكن في النهايه هيبقى في باب من الاشتغال او باب من العمل قد فتح للمحامين. البوابه الثانيه للمحامين الشبان هي بوابه الند او اتساع رقعه العمل. احنا عندنا في الدستور نص الماده 37 على ما اعتقد بتتكلم على يبلغ كل مقبوض عليه. خليكم معايا يا حضره. يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بمحاميه وزويه. ولا يبدا معه التحقيق، خلوا بالكم هنا، ولا يبدا معه التحقيق الا بحضور محامي. يبقى هنا حضور المحامي التحقيق وجوبي، وجوب دستوري. ولا يحال للمحكمه جنح او جنايات، جنح اول درجه او ثاني درجه الا اذا كان معه مدافع. اذا احنا كده حطينا حمايه، حطينا شروط. مفيش جنح هتبقى في رول الجنح ما فيهاش محامي. مفيش تحقيق جنائي هيبقى موجود الا بوجود محامي. حتى الان لم يفعل، لان انا قلت ده في بدايه كلامي، لان النص الدستوري لم يترجم في قانون الاجراءات الجنائيه. احنا جهدنا ان احنا نفعله. هيعمل معانا ايه؟ هيعمل معانا اتساع لدائره العمل، اشتغال. تحقيقات النيابه هتجد محامين كتير، من المحامين الشبان هتجد مجال فيها، محكمه الجنح في اول درجه، حتى الجنح اللي حتى مش ضروري القانون يوجب الحبس فيها. يعني واحنا بنتناقش في لجنه الخمسين حد من المستشارين قال لك طب ما نخلي النص حضور المحامي وجوبي في الجنح التي يوجب القانون الحبس فيها. قلت له يوجب؟ يعني انت موافق على انه المحامي يجب ان يحضر التحقيق اللي هيتحبس بشانه 4 ايام او ما يتحبسش، ومش عايز يوجب حضور المحامي في الجنحه اللي يحتمل انه يتحبس فيها 3 شهور على الاقل او ما يتحبسش؟ قال لي لا عندك حق، وتم الموافقه على النص، بحيث ان كل الجنح هيبقى فيها حضور وجوبي. الانتداب هنا هيبقى انتداب دستوري، التزام دوله مش سلطه تقديريه لا للمحكمه ولا للنيابة، إنما ده يبقى مورد على الخزانة العامة يجب أن توفره في المحاكم لاشتغال المحامين.